العمر ديالي يعني مزيدة في واحدة تسعين عشرة عشرة يعني عندي دابا تلاتين عام عندي أم ثلاثة طفلين كنت عايشة بخير على خير مزوجة رجلي بخير على خير واحد النهار تتنصبح بين ما رجلي مريض في سنيين. كنت ساكنة مع العجوزة ديالي يعني. صافي يعني مرض الراجل ديالي يعني مشينا دينا السبيطار وكل شي الدم والأمانة أمان تبقى كاك شي ويتوفى من بعد وليت عايشة مع الوالدة ديالي هي اللي هزاني مسكينة هي كل كلشي يعني هي الأم هي الأب هي كلشي تا واحد النهار تصابت بمرض سرطان يعني ما بقى لا الله رحيم آه خرجت سكنت هنايا كريت بيت تاع التراب أنا ب بربعمية درهم يعني انا ما تنقدرش نخدم علاش عندي الوليدات صغار ما نقدرش نخليهم بوحدهم ما نقدرش عندنا هنا تا صلحت شويه واعره ما تنخرج هلي عشاد هلي عشين ندخل ندخل اللي يعطيني عشا دراهم اللي يعطيني عشرين درهم باش تندخل ندخل لوليداتي العشاء ديال النهار والفطور ديال النهار والغدا ديال النهار يعني ما كانش مدخل لي هو من غير اه 14 ألف تنشدها تنخلص بها الكرا الظلمة يعني تنبقى هكاك ما كانش شي حنين الله رحيم لي يجي يدق عليا الباب ولا يقول لي شنو خاصك ولا هادي ولا هادي انا تنتمنى من الناس اللي من عند المنبر يعاونوني باش ما سخام الله وتنتمنى راه نتوما غتشوفوا حالي وغتشوفوا تصور فين ساكنه انايا ورا الكمال على الله سبحانه وتعالى عايشين بجود الله يعني كاين نهار اللي ما كاين نهار اللي تنعسو بلا حتى حاجه يعني ما كاين نهار اللي نقدروا في نفطروا فيه ما نتغداوش فيه ما نتعشاوش فيه عايشين بجود الله يعني تنقولوا ما رادين علينا واحد الباب وسادين علينا وحنا بخير راه الحمد لله على كل حال انا اش غنقول لك يعني تنتمنى من الله سبحانه وتعالى يخليني لي يخليني ليهم هي باش نوصلهم لشي حاجه اللي انا ما وصلت ليهاش ونعيشهم في شي معيشه وراه ربي راه تيشوف من الحال يعني انا البنيه عندي دابا تتقرا في السابع الوليد في الخامس والوليد يلا قيدته في الجامع يعني ما عنديش تام دخول باش نقيدو في الراود كي الناس ولا شي حاجه انا يعني ما عنديش انا الوليد الوليد هو اللي بزاف الوليد هو اللي مريض ليا بهذا الوليده اما تا البنيه ما عادي عايشه معايا على كل على الحلوه والمره وكل شيء تقول يا ماما كاين ولا ما كاينش ما تخرجيش لينا في الليل ما ديريش ما تفعليش قعدي معانا غير عادي وصافي اما الوليد هو عندي شويه داير صافي من عقل بين ما مات باه كنا عايشين وداك مرض ما بولاتي هرب ليا عبد المرات يمشي ليها هرب عند جدا هرب عند عمو يعني ما بقاش عايش تك... المعيشة ديال الوقار والمعيشة ديال بن ما هو عايش مع باه ومو بخير وعلى خير خوته باقي صغار يعني الدراري صغار ترى عارفه شنو كاين الاب ديالو ميت الام ديالو راه تتجري على حساب ولادها يعني ما كاينش شي مدخول اش غنقول لك غنقول لك بالمرضات. كلمة قليلة في في حياة ديال وحدة كانت عايشة بخير وعلى خير ما نقدرش نصور لك بين ما نكون دايزه وتنخاف لا لي يتلقاو ليا ولا غنقول لك بين ما داك النهار كنت دايزه وجايبه لولادي العشاء وتلقى لي واحد غنقول لك بين ما اما ما نقدرش نوصف لك باش تنحس انا ما لا بين ما هي تخرج الزنقه أرمى لا بين ما هي راه كلشي فيها ما تيقولوش بن ملا راه راه تقدر هاد الارمله ما تدير حتى شي حاجه وراه تجري على وليداتها راه انا من هاد المنبر تنوصل لاي واحد تيقول على شي وحده بن ارمله ولا متلقه ولا شي حاجه بن كاين الارمله اللي ما تيخرجوش كاين الارمله اللي عايشين بجود الله وكاين الارمله اللي بحالي انا بهذا المنبر تنوصل بن ما عايشه بجود الله انا ما خداماش وما عنديش ورا عايشه بجود الله وعايشه بالرحمه تعالى الله سبحانه وتعالى ما عايشاش بالرحمه ديال شي واحد حيت شي واحد ما تيجي يدق اختي انا عندي تاية هي أمسكين يعني الله عزاهم ما عندي شي عندي خويا صغير حتى هو باقي يعني لو كون كان دافع مسكين المخزن وكل شي ولكن باقي ما ما ما, ما تيدخن ما تيشرب ما حتى شي حاجه ولكن باش يدخل مسكين شي مدخولش حاجه تيزيد تيقول رجا في الله على كل واحد الام ديالنا هي اللي كانت هزانا كاملين كانت خدامه علينا مسكينا كاملين تتقول لي اقعدي في الدار ما تخرجيش مشات الرساله الوحيده اللي تنقول الناس هو تنتمنى من الله ومن جدهم هما يعاونوني انا ماشي بيت شي دار بيت شي حاجه اللي ما كايناش خياليه انا تنتمنى من الله يعاونوني باش ما سخاهم الله وراه هما راه وجع الخير انا تنتمنى بنتي تقرا ليا تنتمنى نوصلها شي حاجه ديال المخزن تنتمنى ولدي تاوي يقرا ليا ونوصلو شي حاجه يعني تنتمنى وليداتي يكبروا ويكبروا في شي وضع اللي حسن من هذا حيت هذا الوضع ما غيوصلهم حتى شي حاجه غيوصلهم غير الهلاك لا حيت انا كنت اش غنقول لك كنت عايشه واحد الحياه ديال بحر الملوكيه نقابي مع راجلي بخير وعلى خير ما تعرفش شنو هي الزنقه ما تنعرفش شنو هو الحانوت حتى شي حاجه طال واحد النهار تلقيت راسي في واحد اللي لا رجوع منه من غير الله رحمك الله سبحانه وتعالى تيشوفوا امراه جاله تيقولوا صافي هادي وصلت الحد بينما اي حاجه قلتيها لا ديرها اي حاجه بغيتيها ديرها معاك باش تعطيها ما تاكل وما تشرب هادشي اللي تيقولوا نص المغاربه عندنا هنايا خصوصا في هذه البلاد ما كاينش اللي تيرحمك ما كاينش اللي تيجي عندك ويقول لك اشنو خاصك بنتي لا يجي يدق عليك ولا يقول لك شنو هادي شنو هادي لا قعدي حدا وليداتك الله يحسن العوان هادي هادي بتاتا ما عندناش الا ما دابست على حاجه ما نشداش الا ما طلبتش باش نشري ولادي الخبز ما يعطينيش الانسان من لاجودان ديالنا حنا تنمشي عنده بحال هكا ونطلبو ونقول كي تنوقف عليه هو اللي ياكل مخزنتي يقولوا لك لا راه واعر وهادي وهادي تيحن فيه وتيعطيني تيقول سيري دخلها بنتي في حالتك ولكن الانسان هنايا يعني عندنا النص ديالو صعيب المختصر هو البن محمد السادس مخرج ديال القفه انا اللي ارمله ما مخرجاش لوحده لاباس عليها ومسك عليها الله سبحانه وتعالى مخرجها ليا انا اللي عندي الاولاد ومحتاجها تنمشي عندهم تقولك حتى يموت شي واحد عاد ندخلوكي ما يمكنش سيدنا احنا الله يخليه علينا لي ليا انا ومخرجها لواحد اخر والواحد اخر راه ماشي انا اللي في هذه الحاله راه لجيت تطلع على طمس القنص بتلقى هشه انصها عايشة في الزنقة مسكين يلا وفي الخفاش مشي عندهم يقولوا لا حتى يموت شي واحد عاد ندخلوك تشوف انت الانسان بين عنده الديور وعنده كل شيء فاش تمشي تلقاه واش هاد ديالك ما خليت جمعيات ما خليت حتى شي حاجه مشيت الجمعيات ارحمني كان في حي الصناعي مشيت لجمعيه ديال اليتيم حتى هي هذيك كاع هذيك اليتيم خرجت عندي وحده سالم قالت لي على قدك تيجي للجمعيات بهاد بهاد تن انا الرجاء ديالي في المحسنين والرجاء ديالي في الناس الكبار والناس اللي عارفين بينهم بالله سبحانه وتعالى والناس اللي عارفين بالمرأة شي نهار تتكون الموت وتجي على غفله وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعاونهم كي غيعاونوني وتيسير من عند الله سبحانه وتعالى